حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد التي أرسلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط تعد واحدة من أكبر وأفخم حاملات الطائرات في العالم، إذ يصل وزنها إلى 100,000 طن، وجرى تصميمها بتقنيات فائقة. تتمتع جيرالد فورد بميزات فريدة، إذ تستطيع حمل ما يقرب من 90 طائرة مقاتلة من أسراب مختلفة، إلى جانب أنواع من الطائرات المسيرة. نظراً لاعتماد محركاتها على الطاقة النووية، فإن لها قدرة فائقة على الإبحار لسنوات دون التزود بالوقود، وتنفيذ ما يقرب من 160 طلعة جوية في اليوم الواحد. يبلغ طولها 333 متراً، وارتفاعها 76 متراً، وعرضها 78 متراً. يتواجد على متنها طاقم يضم 4,500 شخص. وعلى الرغم من حجم USS جيرالد فورد الكبير، إلا أن هذه الحاملة يمكنها التخفي عن الرادارات. بدأ بناء USS جيرالد فورد عام 2005، وجرى تسليمها للبحرية الأمريكية عام 2017. شهدت حاملة الطائرات العملاقة أول رحلة لها في 24 تشرين عام 2022، وأصبحت أكبر سفينة حربية بنيت على الإطلاق.